السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. الإجابة على أسئلة أمراض الذكورة في اللي جت تحت الفيديو، الرد على أسئلة أمراض الذكورة، فجت لنا شوية أسئلة نرد عليها إن شاء الله عشان تعم الفايدة. ركان حمد، سلام عليكم يا دكتور هلال، الحقيقة استفدت منك كثير جدا، وفقك الله. عندي سؤال عن رياضة رفع الأثقال وتضخيم الجسم، فيصير الوزن أكثر من الطول نتيجة التمارين وزيادة وزن العضلات في الجسم، هل يضر الجسم؟ وخصوصا هل يضر القوة أو القدرة الجنسية؟ وللعلم لا أتناول أي هرمونات، وشكرا لك يا دكتور هلال. يعني الراجل بيسأل اللي بيلعب تمارين رياضية ونتيجة هذه التمارين عضلات جسمه تضخمت جدا، فأصبح وزنه نتيجة العضلات أكتر من أو لا يتناسب مع الطول. يعني مثلا واحد وزنه 170، طوله 170 سنتي، وأصبح وزنه 80 كيلو نتيجة العضلات. نفترض واحد مثلا طوله 170 ووزنه 70 كيلو وكتفه 50 سنتي، العرض كتافه 50 سنتي، قاعد يلعب تمارين رياضية لحد ما شاء الله تضخمت عضلاته جدا فأصبح وزنه 80 كيلو. فهل ده ضرر؟ مفيش ضرر، كل ما كان في جسمك في عضلات مفيش ضرر، الضرر بس بينتج عن تراكم الدهون، لكن مفيش ضرر عن تراكم العضلات. أخونا ام اف اي 100 100، مشكور على مجهودك وتبسيط المعلومات والاهتمام بالأجهزة. أنا متابع لأغلب الفيديوهات خصوصا أسلوب الحياة الصحي، هو الحل الأمثل للوقاية وعلاج أغلب المشاكل الصحية من طعام ورياضة، ويغني عن استخدام الأدوية وتقليلها كثيرا وعن تجربة. المهم الصبر على المداومة واتباع المعلومات الصحيحة. موفق إن شاء الله. طبعا كلام أخونا MFA 100 100 ده كلام مظبوط جدا، وتسلم يا أستاذ MFA على هذه المعلومات الجميلة. السؤال اللي بعد كده جاي لنا من رانيا. السؤال اللي بعد كده جاي لنا من واحدة اسمها رانيا و 1991. مرحبا يا دكتور، انا كتبت لك قبل كده وما رديت عليا على رابط اللي حضرتك قلت عليه، انا عملت تحاليل للسفر وطلع عندي فيروس ب، وعملت تحليل بي سي ار طلع عندي 300، معرفش بقى 300 ايه، 300 وحده ولا 300 نسخه. ورحت عند دكتور قال لي ما في علاج، وهيك حصل كل 6 شهور اعمل متابعه. دكتور انا عايزه علاج يخلصني من هذا الفيروس، رجاء نرد علي. يا ست ان شاء الله يظهر العلاج اللي يقضي على الفيروس تماما، وكما ذكرت قبل كده في تقدم واضح جدا في علاج الكبد الوبائي الفيروسي ب، وفي علاجات في السوق خدت مراحل، مش في السوق يعني، في علاجات خدت مراحل متقدمة في البحث وتوافق عليها الموافقات الأولية وسمح لها أنها تدخل باب التجربة على البشر، ومعنى أن هي بتتجرب على متطوعين أو ناس تتطوع معناها أن هي قربت جدا جدا أنها تنزل السوق. بس هو أهم حاجة أنك لحد ما يظهر هذا الوضع أنك تتبع أسلوب الحياة الصحي. أما بالنسبة للسفر بقى للخارج فده يعني لا حيلة لنا فيه، لأن دي قوانين الدول ويعني ملناش حل فيها يعني. زبير محمد، شكرا جزيلا على هذا الموقع الرائع، يقصد القناة. شكرا أخي دكتور هلال. يا سيدي أهلا بك وسهلا، ومتشكرين على الكلام الجميل بتاعك ده يا زبير. وكان بيسأل على علاج البواسير، فعلاج البواسير حضرتك ممكن تشوفه تحت فيديو البواسير، عشان احنا هنا بنتكلم على مركزين في موضوع الايه، الامراض الذكورة والوقاية منها او العلاج.
محمد الحلفاوي بيقول مفيش صفحة لك على الفيسبوك. ايوه يا محمد اهلا بيك. طب ويا استاذ محمد ايه الفرق بين هنا وبين الفيسبوك؟ يعني هقعد اشتت نفسي هنا وهنا؟ ما هو في صفحة طبعا، بس ما بتابعش قوي اللي بايه اللي، وتقريبا ما الصفحة دي في طبعا هلال ميديكال وفي قرافيل، في كم صفحة بس انا مش بتابعهم، وفي غير اللي بيتابعهم. نبيلة الذهبي، الأستاذة نبيلة بتسأل تقول: هل إذا شكتني إبرة الأنسولين لشخص لا أعرفه ممكن تكون ناقلة لأمراض معدية مثل الكبد الوبائي؟ وشكرا. يا ست الكل، شكت الإبرة والحاجات دي كلها قلنا قبل كده، وغيرنا من الأطباء قال كتير إن الحاجات دي ما بتنقلش العدوى، لازم يكون يعني دم مباشر أو إبرة شكتك مباشرة والاتنين جنب بعض. يعني الإبرة دخلت، واحد خد إبرة الأنسولين هنا والتاني هنا، السليم والمريض في نفس اللحظة، وبالتالي في احتمال نقل العدوى، ومش لازم تتنقل العدوى، لا ده في احتمال نقل العدوى، لكن عمليا الكلام ده ما بيحصلش. دكتور ما رأيك في حبوب المالتي ماكل للضعف الجنسي لشركة فوريفر؟ فوريفر تبقى ديت مكملات غذائية يعني أعشاب. والله يعني مش عارف بالظبط، ما شفتش ما قريتش عنها قوي الحبوب دي بالذات. انا عارف شركة فوريفر باين، بس ما اعرفش الحبوب ديت وما جربتهاش وما اديتهاش لحد. فشوف بس المواصفات اللي فيها، اذا كانت عشبية وفيها المكونات الاساسية المطلوبة للتنشيط الجنسي، في كذا مكون معروفين للتنشيط الجنسي، اذا كان موجودين يبقى خلاص، يبقى ممكن تاخدها وتتوكل على الله. واحد تاني بيسأل عن حقن السيدوستون بالنسبة لانخفاض التستوستيرون، بيقول هل ديت ممكن تأثر على القلب؟ هو يعني لو القلب فيه مشكلة يبقى لازم، أو الإنسان لو عنده أي مشكلة في القلب أو الكلى ما ياخدش هرمون التستوستيرون إلا لما يكون تحت إشراف طبيب غدد، لأن التستوستيرون كهرمون بيأثر على أجهزة كتير جدا. فاللي عنده أي مرض في القلب أو في الكبد أو في الكلى لازم ما ياخدش الحاجات دي من نفسه أبدا، وإنما ياخدها إذا أراد تحت إشراف طبيب متخصص. واحد تاني اسمه محمد أحمد: دكتور أنا عندي 24 سنة وبعاني من ضعف انتصاب وعدم الرغبة الجنسية، أنا غير متزوج، ممكن تقول لي أتعالج إزاي؟ طب انت غير متزوج، يعني احنا بنحكم على الناس المتزوجة، لان احنا قلنا الحاجات دي عشان تبقى طبيعية وكويسة لازم الواحد يبقى عنده شريك، زوجة موجودة معاه، لكن في غير كده الظروف ما بتهيئش الواحد انه يكون طبيعي 100% عند بعض الناس، فبالتالي ما بنقدرش نقول هل هو عنده مشكلة ولا، لان الظروف هي نفسها الظروف المناسبة مش متاحة له. أخونا مو زيان بيقول إيه بقى، بيسأل يقول: مشكور دكتور على المعلومات، ولكن ثقافتنا كعرب حتى لو مش مسلمين شريكة جنسية طبعا شيء يعني مش طبعا، كلامك كلمة شريكة جنسية دي هو أخونا رافضها، لكن طبعا مسألة شريكة جنسية، أول حاجة شريكة جنسية اللي أقصده هي الزوجة، دي حاجة. الحاجة التانية أنا بتكلم كطبيب مش كشيخ أو فقيه، فهو شريكة جنسية بقى. وبعدين كلامي مش موجه بس للمسلمين أو للمتزوجين، أنا كلامه موجه للجميع، وما أظنش يعني اللي بيمارس ممارسات خطأ في العرف أو القانون إن إحنا نهمله أو ما نهتمش بيه. إحنا حتى بنهتم بالناس مثلا اللي بيعمل، يعني بيجينا الناس يقول لك أنا مارست ممارسة شرجية، طب إحنا كمسلمين الممارسة الشرجية ديت مش يعني محرمة؟ أقول له لا، روح في 60 داهية، ده أنت ما عالجكش. لا إحنا، طب الشواذ ماشي اللي بيجي له مرض نتيجة إن ممارساته الشاذة، نقول له لا روح في 60 داهية، أنت شاذ وبترتكب معاصي فما نعالجكش؟ لا، الطبيب طبعا بيتعامل مع كل الفئات، سيان ده أو ده أو ده، مسلم أو غير مسلم، سيان إنسان ملتزم ومتبع أو إنسان منحرف، كل الناس ديت لما بيكونوا قصاد الطبيب بيبقوا سواسية وبيتعامل معاهم كمرضى بغض النظر عن اللي عملوه او اللي ارتكبوه. فاعذرنا
لو انا قلت شريك جنسي، شريك جنسي ممكن يكون الزوجة طبعا وهو ده الصح، ممكن يكون خطيبته، ممكن يكون واحدة كاتب كتابه عليها صاحبته، يعني الموضوع ده ايه مش فهو الصح شريك جنسي. العلم بيقول شريك جنسي مش زوجة، يعني كتب الطب والعلم الطبي ما بيقولش زوجتك، بيقول شريك جنسي. ايا كان بقى الشريك الجنسي انت تصنفه حسب يعني الوضع بتاعك. وطبعا انا اشكره لان في ناس كده زي الاستاذ اللي كتب زيان، يعني بتبقى مهذبة في تعبيرها يعني، وهو من الناس المهذبين. إلا نبيلة سألت تاني، أنا مش موردة. ده السؤال اللي هو بتاعت حقنة الأنسولين، هل هي تنقل العدوى ولا لا؟ ورديت عليها وقلت لها لا ما تنقلش العدوى إن شاء الله. وبكده تكون خلصت الأسئلة اللي جت تحت الفيديو اللي كان بعنوان الرد على أسئلة أمراض الذكورة. وتشوفكم في أسئلة تانية إن شاء الله. لا تبخلوا، أي واحد عنده سؤال يسأل، وأنا بإذن الله بقدر الإمكان بجاوب. وإذا ما جاوبتش عيد السؤال مرة تانية، يعني إذا ما جاوبتش بعد فترة معقولة، مش بس تحط السؤال وبعد دقيقتين تعيده، لا، يعني إذا ما جاوبتكش خلال يومين ثلاثة تقدر تعيد السؤال تاني، ماشي؟ لأن في ناس تعاتبني تقول لي يا دكتور أنا حطيت سؤال ما رديتش. طب يا سيدي بدل العتاب خلاص عاتب، بس حط مع العتاب السؤال، قول يا دكتور أنا حطيت السؤال وما رديتش وبعت لك السؤال تاني عشان تلفت نظري، واعذروني على التقصير أحيانا. وأشكركم جميعا على المتابعة هنا، ويا ريت برضو الناس اللي متابعاني، هي مشتركة طبيعي، بس في منكم ناس كتيرة الجرس، أما تلاقي نفسك كده كم جنب كلمة مشترك في جرس كده تضغط عليه تفعله، عشان لما تنزل فيديوهات جديدة تقدر تشوفها إن شاء الله رب العالمين. ونشكركم جميعا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.